عندنا introduction about non-communicable disease و simple definition على أنها prolonged illness that do not resolve spontaneously. Rarely cured completely. في نفس الوقت أعطينا بها ال types اللي نتعامل وياها that dealt with وناخذ احنا اتفقنا على أنه راح ناخذ epidemiology مالتها وال prevention. بالكيز انطيناكم الايرا او العصور اللي مر بيها الهيومن بينج بدايه من الهانتر اند جذررز او الهانتر اند جذررز ومرورا بالاجريكلتشر اجريكلتشرال وبعدها بالاندستريالست. كل وحده انطيناكم بها هاند ديزيز كوز اوف ديث. منها بدأت نقاط الـ non-communicable disease على أنها يعني ترتفع مقارنة بالـ communicable disease that are pre-existing in the previous eras. وخل العفو نطيناكم أكثر من الفقر يشير على الـ death, death that are broadcast في 1990 مقارنة بين الـ developed and developing countries والـ وكل وحدة إيش قد تمثل لك خلال السنوات السابقة وهي القراءة مأخوذة عفوا من 1990 ومقارنة الـ burden of non-communicable disease أو death due to non-communicable disease في الـ developed and developing countries where it constituting a large proportion of the death of that population due to within the developed region مقارنة ب مو عدد أقل بنسبة أقل العدد احتمال يكون مساوي أو أكثر خلوها بالكم. وانطينا ال ranking of the causes according to age group بحيث قسمناهم developing countries إلى الأقل من 44 والأكثر من 44. طلابنا الأعزاء death by broadcast في عام 2000 يعني هم أيضا مقسم إلى non-communicable disease وال injuries. injuries هنا إذا أضيفت وال non-communicable disease فراح تكون يعني البيرسنت هي تصل إلى أكثر من ثلثي الوفيات communicable disease maternal perinatal condition and nutritional deficiencies دول representing about one third اللي هي 31.9%. واضح لنا ان شاء الله. واحده من القضايا اللي خلت لك هاد discrepancy between يعني death ratio or rate between developed and developing countries. طلاب بس اذا تنتبهوا لي يعني هو هذا اصلا المقارنه في ال 1960 بالنسبه للاربن والرورال بصراحه يعني بالديفلوبمنت كانتريز معظم الارياز واز رورال اريا يعني بين قوسين يعيشون حياه الاجريكلتشر بينما في ال 1960 لليو اس اي معظم الناس الموجوده كانت تعيش حياه الاندستريالست. ما بعدها الناس هنا حاولت يعني تتحول من حياه الريف الى المدينه خلال هذه ال 46 سنه اللي مضت من 1960 للحد 2006. اذا تبعون فشيء صار نسميه urbanization. urbanization بالمناسبه تختلف اختلاف جذري عن السيفيلايزيشن. سيفيلايزيشن هي يعني تحضر اكتساب حضاره او تمدن مثلا اكتساب الطابع المدني. urbanization هو مجرد تحول واحيانا يعني القالب السلوكي للشخص هنا بصراحه يعني يكون مختلف عن الجزئين يعني لا هو رورال ولا هو ايربن زين. وبذلك تشوفون هنا وحده من الكوزز اللي راح نجيها ان شاء الله بالامرجنس اوف نون كومونيكابل ديزيز بينما في الدول البقيه او باليو اس اي حصرا اذا تروح خلال 46 سنه ما تشوف ذاك الفرق الكبير اللي هو تحول الرورال الى
الاربن اريا، بحيث هي المناطق الموجوده هناك. يعني هو انت ايش تريد من او هو بالاربن اصلا ليش يتحول للمدينه؟ يحتاج مور سيرفيسز، وهذا المور سيرفيسز اكيد يعني يحتاج اباندنس اوف الكتريستي، اباندنس اوف بيوريفايد ووتر فور درينكينج، فور واشينج، فور بنفس الوقت يعني هذه السكولينج اديوكيشنال بروجرامز، برايمري هيلث كير سنتر سيرفيسز. هذه انت اذا وفرتها بعد اكو داعي للانتقال من الرورال للايربن. هنا وبذلك هم اشتغلوا على هالهدف هذا، خلوا يعني خلال 46 سنه ماكو اي زياده في نسبه الاربنايزيشن. واضحه ان شاء الله. نون كوميونيكابل ديزيز كونسيدر از مالتي كوزاتيف ديزيز موديل. مالتي كوزاتيف ديزيز موديل، هل مالتي كوزاتيف ديزيز موديل كان نسوي لها السمرايزيشن بحيث انفيرمنتال كونديشن واحده من المين كوزز اوف مالتي العفو اوف نون كوميونيكابل ديزيز، بالاضافه الى البيهيفير يعني اللايف ستايل of social issues of the patients who are engaged with non-communicable disease. والاخيره عندنا اكو جينيتك ميك اب. جينيتك ميك اب تشوفون اكو فد تندنسي او سبيسيفيك تندنسي فور ديفلوبمنت اوف سبيسيفيك ديزيز امونج سبيسيفيك جروب ذات ار هاربرنج سبيسيفيك جينيتك كرايتيريا. وبذلك كوزز اوف كرونيك non-communicable disease can be summarized in الاولى هي عندنا الميديسن واحده من المين كوزز يعني وخصوصا اهلنا كبار السن او ما بعد الخمسينات يعني يبدون يتناولون فد كميات ازيد من اللازم وخصوصا بيوتو مثلا او اي اوستيوارثرايتس او اوستيوارثروسس بروبلم اوستيوبينيا اوستيوبوروسس كرونيك جوينت بين. هل consumption of large amounts of medicine might reflecting development of non-communicable disease. الجزء الثاني عندنا اللي هي genetic that constituting about 16% environmental condition حتى من ضمنها يعني psychosocial stress هنا constituting about 21%. عندك اللايف ستايل، لايف ستايل اذا تباوع له هو تقريبا نصف الاسباب for development of non-communicable disease as engaged within lifestyle وخصوصا smoking, bad diet, lack of exercise and obesity. هذا distribution اذا تباوع له هو distribution of non-communicable disease all over the world that يعني قارة أفريقيا إذا أريد أن نقارنها بالدول الأوروبية وأمريكا الشمالية وأستراليا، انتبه يعني اللون كل ما تحول إلى يعني صار بي الريد صار بي داركنينج فهنا البريفلنس ويل بي هاي، بحيث حتى أكثر مناطق معينة يعني تصل إلى 95% among the adult هذه non-communicable disease among the adult. بينما عندك اكثر مناطق يعني احنا بالنسبه لنا نقع من ضمن الستينات او الخمسينات بيرسنس فور ذا ايلدر. اكو مناطق يعني خصوصا في افريقيا حتى ما تصل الى 10 او 15% ان ذير بريفلنس ريجاردينج ذا نون كوميونيكابل ديزيز اول اوفر ذير ارياز. هذا عندنا اكفد فيجر اخر اللي هو ماخذ بس بلاد بريشر سيستوليك بلاد بريشر دايستوليك بلاد بريشر في مجموعه ال 25 سنه فما فوق ونقسمها الى الافريكان امريكان الامرو الاوروبيان والاذر ارياز. فهنا منطقه ريجاردنج ذير جندر وبعد البوت سكسز باللون الاخضر فذا تواعوا لها هي فد ارقام مهوله يعني تصل حتى لل 40 اكثر من ال 40% ان ذير بريفلنس امونج ذيس ايج جروب. ايضا في نفس الفيجر نقسم لك الارياز او الورد
انتو ديفرنت سوشيو ايكونوميك، التقسيمات المعهوده والمعروفه مالت السوشيو ايكونوميك، انتو ذوس ارياز وذو انكم لور ميدل. احنا الميدل عندنا اللور والميدل والهاي. الميدل القسم الى قسمين اللي تكون عنده ميول انتو لو، لكن هو ميدل نسميه لور ميدل انكم، واللي تكون عنده فد يعني ارقام قريبه ولكن ما واصل للهاي انكم نسميه الابر ميدل انكم. ايضا ديستريبيوشن هافينج ا كونسيدرابل بروبورشن فور ذا نون كوميونيكابل ديزيز سبيشالي فور ذا هايبرتنشن. هذا بصراحة أيضا فد فيجر آخر يمثل لك الـ distribution of non-communicable disease among distribution of risk factor for the non-communicable disease according to their residency. نقسمها إلى urban و rural. rural يعني منطقة هذا اللون الفينت، والurban اللي هي إذا تبعون القراءات في الأعم الأغلب، الأعم الأغلب للفاكتورز ذات ار كونسيدر از ريسك فاكتور اللي هن اللو فيزيكال اكتيفيتي سنترال اوبيسيتي والاوفر ويت والهايبرتنشن والدايابيتس وايضا الكحول. هذول اعلى بهواي من العفو بالايربان دان ضروره، بينما التوبوكو سموكينج هي اعلى بالضروره، وال فروتس اند فيجيتابلز كونسبشن ان لو اماونت، هذول تقريبا متساويين. هذا فيجر اخر ايضا يمثل لي الايج جروب بادئه من ال 20 سنه منتهي في مجموعه الاكثر من 70 ييرز فور بوث سكسز ان ميل اند فيميل، وباعوا البرسنتج شلون تزايد وذ ذا انكريمنت اوف the age، بحيث يعني تبتدي لك من النسب اللي هي احيانا تكون 4 أو 5% بالفيميل وبعدها تبدي بتزايد. هذا هنا المينابوزال ايج، مينابوزال ايج وباو شلون راح تعبر حتى الميل اند وود سكسز بحيث تكون يعني هي ذات الرانك الاولي مقارنه بمجموعه الميل. هذا الميل هو تقريبا الالفيشن مات فورم اوف سلو ابرايزنج. هل سلو ابرايزنج ايضا يتقاطع ويا الفيميل في نفس العمر ويبقى مستمر، بحيث اذا قارنا يعني الاعمار اللي ما بعد 70 سنه تصل الى 10 اضعاف، احيانا 10 اضعاف حدوث non-communicable disease among the earliest age group اللي هي less than 20، بحيث هنا 70% وهنا تكون يعني احتمال هي 7%. واضح ان شاء الله. بالمناسبه يعني non-communicable disease also have a different ranks، بحيث سنويا اذا ردنا نقارن يعني regarding their incidence or regarding their fatality rate. إذا أخذنا الفيجرين لعام 1990 وما بعدها لعام 2020، العام المنصرم، تباوع هناك من 1990 والمين كوز اوف ديز يعني الأول اللي هو الراك الأول كان لور ريسبيراتوري تراكت، يعقبها الاسكيميك هارت ديزيز، بينما الاسكيميك هارت ديزيز بال 2020 تحولت إلى فيرست رانك disease in their fatality. اللي صارت بها زياده ايضا الهيموراجيك ستروك اللي ايضا نعزيها لل يعني behavioral factors، اللي صارت بها زياده ايضا السي او بي دي انتقلت من الرابع للثالث. الاسكيميك ستروك ايضا تحولت من رقم 8 الى رقم 4 خلال هذه ال 30 سنة. عندك اللور ريسبيراتوري تراكت انفكشن نيمونياز، ولو هي يعني إذا ضفنا وياها الكوفيد الموازنة شوية المعادلة راح تختلف بالنتائج الأخيرة لعام 1900 العفو عام
2020، خصوصا اذا اضفنا له يعني الفاينل توتال ديث اللي صار ديو تو ذا كوفيد. توبركلوسيس also constituting a large proportion، ولكن بقى تقريبا يتراوح في نفس المستويات. The aerial disease هم يعني كانت في عام 1990 هو third rank cause of death، تحول إلى seventh. HIV صارت بها في الطفرة من الرقم 34 إلى الرقم الثامن. Diabetes also shown elevation like cancer. Hypertensive heart disease إذا ضفناها ويا cardiovascular disease راح تكون أيضا واحدة من الأسباب الرئيسية أو 10 causes of death. البقية الملاريا، الزهايمر، النيونيتال بريتر بيرث، النيونيتال انسيفالوباثي، سيلف هارم، ستومك كانسر، الانجريز، اسما، بروتين انرجي مال نيوتريشن، والدرونينج، والاذر نيونيتال ديث اند ميزل. هذول راح يمثلوا لي الرانك مختلف اللي يتراوح ما بين رقم 12 الى رقم 73، بينما عندك هذول هم نفسهم كانوا يمثلون اول 34. فشباب انا اللي يعني الفكره اللي توصلها لكم من هالفقر هذه على انه الرانكينج اوف ذا توتال كوز اوف ديث كان بي ديفر ريجاردينج ذير اتيولوجي. كل ما كان عندي في الاجريجيشن اوف سبيسيفيك كومولتيف ريسك فاكتور راح اشوف الديزيز بريفالنس ويل انكريز، والفيتاليتي في نفس الوقت مايت بي انكريز. ف المحور الاخر اللي نتناوله في محاضرتنا هو ليش صار عندنا emerging of non-communicable disease. The importance يعني خلال the second half of the 20th century showed a major health transition. هسه راح تجيكم هذا مصطلحات الـ transition ان شاء الله بالعفو بالcommunity medicine in the world to propelled by socio-economic and technological changes. هذول التغيير اللي صار عندك socio-economic status advancement and technological changes advancement have profoundly altered the lifestyle. وهل alteration of the lifestyle يعني غيرت the life expectancy and the way of living من خلال creating the human capacity using the science both for مو بس prolonged life او يعني life promotion ايضا for the enhancement of the life expectancy. Among this health transition most globally wide separate changes had been rising the burden of non-communicable disease. Well, non-communicable disease خصوصا cardiovascular disease, cancer, diabetes, traffic injuries, neuropsychiatric condition and chronic diseases. That بعموم شباب عندك انت life expectancy بيها في specific change. هذا change يعني اذا اخذنا عام 1950 مقارنة بال 2050 يعني ما بعد 100 سنة ذني المناطق او all over sub classified into three groups. الاول هي developed، الثاني هي developing countries، والثالثة هي least developed. عموما life expectancy في ال 1950s لل developed countries هي اصلا كانت يعني تقريبا تصل الى 67 سنة. في نهاية ال 2050s متوقع لانه راح تحافظ على الرانك هذا يعني ولكن بزيادة تقريبا تصل الى اكثر من 10 سنوات. life expectancy مالتهم راح يكون 83 الى 84 سنة. بينما المجموعة اللي هم يعني classified as developing countries هل developing countries life expectancy خلال 1950 كان هي تقريبا 43 سنة. هل 43 سنة بمرور الوقت ما بعد يعني 50 سنة تحولت إلى
وصلت الى 63 او 62 سنه. ما بعد 50 سنه اخرى راح تشوفون اكفت شيء اسمه الهيلث ترانزيشن، انتقلت من الستينات الى السبعينات. هل 20 سنه خلال هذه اكيد اكفت سبيسيفيك تشينجز صارت عندنا اللي على اساسها زاد بها اللايف اكسبكتنسي، وهذا الزياده اللي هي تشمل لك 10 ايضا تعتمد لك على البروموشن اوف ذيس فاكتور ذات انهانسينج ذا لايف اكسبكتنسي. نجي للليست ديفلوبد كانتريز، الليست ديفلوبد كانتريز ايضا اللايف اكسبكتنسي العمر المتوقع المعيشي لهم هو اقل من ال 40 سنه، ولكن في نفس الوقت احتمال يصل الى يعني ال 65 سنه ما بعد 100 سنه. ف يعني اذا تريد تباوع الالقاب اصلا في ال 1950 بين الديفلوب والليست ديفلوب هي 35 سنه، بينما للمجموعه ما بعد 100 سنه يعني راح تكون هي 14 years. Although many developing countries currently face a double burden. هذا البردن مين يجيك؟ هذا developing countries. يجيك من infectious disease باعتبار ما صار لها انحسار تام. وبال non-communicable disease. The latter are fast replacing, يعني ال non-communicable disease, replacing the traditional enemy of infectious disease. وبذلك ال developing countries بدأت تواجه العبء للاثنين، يعني ال non-communicable communicable disease. والاستبدال اللي صار خصوصا بالديفلوبد كانتريز للانفكشيوس ديزيز اللي صار لي يعني due to emerging of this NCD the later are fast replacing the traditional enemy of infectious disease and malnutrition as a leading cause of disability and premature death. هذه الترند راح تستمر يعني لحد 2020 كانت مستمره and expected to account for 7 every 10 days in developing region مقارنه باقل من النصف في هذه الايام. ذات الفيجر احنا مر علينا مصطلح هسه قبل شويه الابيديميولوجيكال الهيلث ترانزيشن، هسه نتناول الابيديميولوجيكال ترانزيشن اللي صارت بانتقاله بين النون كوميونيكابل ديزيز بين وقتين العفو الوقتين ذن متفاوتات بين نون كوميونيكابل ديزيز اند انفكشيوس ديزيز. وذات وعون الديكلاين واضح للانفكشيوس مقارنه بالنون كوميونيكابل. هذا الترانزيشن اللي صار او هالتشينج او هالاميرجنج اوف نون كوميونيكابل ديزيز لها مالتي كوزز. اول وحده ديكلاين اوف انفكشيوس ديزيز، انت لما عندك مثلا فد شيئين هذول الشيئين وجودهم متكافئ تقريبا توزيعهم متكافئ، اذا قل واحد منهم فقلت الجزء الموجود اللي هي قله انفكشيوس ديزيز مع ثبوتيه او زياده الطرف الاخر، فراح تكون هنا عندنا شيء نسميه الريلاتيف، يعني مو الابسولوت الريلاتيف higher relatively higher proportion. فأول وحدة decline infectious disease as a cause of premature death in affluent industrial nations خصوصا البلدان اللي عايشة الترف الصناعي. هل decline يعني primarily ecological altering in environmental living condition improvement in nutrition يعني التغيرات هذه تحسن الاجواء المعيشيه في نفس الوقت اكو تحسن بالتغذيه. الفاميلي سايز سابقا نشوف فاميلي سايز يعني تصل الى حتى ثلاثينات، هسه لا سمول فاميلي سايز. في نفس الوقت قل تشانس مال اكسبوجر تو انفكشن بحيث يعني ستريلايزد ووتر او يعني بيورفايد ووتر
قله بالتشانس اوف اكسبوجر اوف ذا انفكشن اوف ذا يونجر سبلينجز باي ذا اولدر وان. هذول playing an important role in advancement than the advancement in the medical science technology with the development of antibiotics, development of good technologies for the diagnosis, سابقا ما موجود MRI, سابقا ما موجود مثلا for the specific antigen antibody reaction اللي من السهولة واحد يعني can diagnose infectious disease. سابقا ما موجود مثلا البوليمرايز تشين ريأكشن بروسيجرز بي سي ار وغيرها حتى ولا هل سوفيستيكيتد تكنولوجيز ان ذا دايجنوستس ما موجود هل جنريشن الفيرست والسكند والثيرد جنريشن اوف والفورث جنريشن اوف سبيسيفيك تايبس اوف انتيبايوتيك مثل ما تشوفون هسه مثلا الفورث جنريشن اوف سيفالوسبورين وغيرها هذول شنطتك نطتك بصراحة هل declining in infectious disease اللي قللت اللي سببت لك زيادة نسبية بمن بالأمراض غير انتقالية هذا الأول الثاني اللي هي demographic transition هسا هذا third transition الأول مرة مساعة علينا health transition الثاني epidemiological transition الثالث demographic transition or aging of the population انتم تدرون يعني الاكستريم ايج بيها فد سبيسيفيك ريسك فور ديفلوبمنت اوف نون كوميونيكابل ديزيز ولكن الاكستريم ايج توورد ذا هاير يعني مجموعه السبعينات او الثمانينات اللي يعيشون اكو فد شيء اسمه ريسك فاكتورز وهذا الريسك فاكتور هذا راح يكون بيهايند اجريجيشن مرور الوقت ديموغرافيك ترانزيشنز كاركترايز باي ديكلاين ان ذا مورتاليتي اند دروب ان ذا فيرتيليتي اعداد الاطفال راح تكون عندي اقل fewer children are being born but more of these four are surviving سابقا مثلا لما يجي فد 13 طفل جزء من عندهم 7 أو 6 يعيشون هل proportion of person who are aged 65 years or above has risen to over 15% in some developed countries and will continue to rise to reaching 20% or more easily in the 20th century. The overall result for the proportion of the person who are aged 65 years or above has risen to over 15% in some developed countries and will continue to rise reaching 20% or more in early 20th century. The overall results of these demographic changes are that the prevalence of disease that occurring mainly in older age group rises. الفقرة الثالثة اللي هي lifestyle changes. Many countries have been experienced economic growth and development over the past decades. Socioeconomic development has brought about the benefits such as improved access to healthcare, education, safe drinking of water and sanitation. Unfortunately, it also brought about the changes in the lifestyle and the changes in the nutrition, changes in the traditional social and family structures. من هاللايف ستايل تشينجز الاول اللي راح يكون انه هو سموكينج اند توبوكو ادكشن بالمناسبه السموكينج هابت يعني عندنا التوبوكو يدخل في مدخل الادكشن It is estimated that more than 30% of all cancer are attributable to smoker or tobacco addiction. In addition, smoking is implicated as a risk factor for the coronary heart disease. or chronic obstructive pulmonary disease. الثاني اللي هي physical inactivity. انتم تدرون physical activity هي واحدة من main protective factors against the non-communicable disease وبنفس الوقت ايضا to give a healthy build. physical inactivity is also another striking character of modern affluent industrial nations. اللي هو lack of physical activity كان يكون مثلا يعني تنقلك
يعني عدم المشي، عدم ممارسة الرياضة لفترة تاخذ لك شهر او شهرين، فترات طويلة. هل زيد لك البريفلنس اوف ذا اوبيسيتي وخصوصا امام التينيجرز. A trend attributable to many hours that spent watching television and well, I'm not watching television, يعني watching of يعني smart devices and snacking while doing it. الفاكتور الثالث في اللايف ستايل اللي هي الهاي فات هاي فات انتيك high intake of the fat of the diet. Of modern Western countries associated with the rising of incidence of many communicable diseases, وخصوصا coronary heart disease and cancer. الفاكتور الرابع اللي هو social and behavioral factors، جزء من ال socio cultural factors مثل occupation education may play an important role as a risk factor for non-communicable disease. Attitude toward aggressive and violent behavior seem to vary greatly between the culture and countries. Hostility, anxiety. هذول بالنسبه للهوستيليتي انكزايتي وال يعني هذول كومبوننت اوف تايب اي بيرسوناليتي مثل ما مصنفهم يعني عالم النفس اللي هو فرويد. هذا سجستنج مور ريسك فور ذا ديفلوبمنت اوف اسكيميك هارت ديزيز. الفاكتور الخامس اللي هي امباكت اوف كار او كارز انسيدنس of many communicable disease might be related to the increase the number of private car as a principal mean for the transportation for the work and recreation resulted in rising of the incidence of the traffic related to the injuries in addition to their role in their pollution. هنا ان شاء الله الاسباب كانت واضحه اللي نعزيها او نعزي زياده النان كومنيكابل ديزيز فور ذيس. سوشيو ايكونوميك بيردن اوف نان كومنيكابل ديزيز ديث اور ديسابيلتي فروم نان كومنيكابل ديزيز بال ريبرودكتيف ميدل ايج ريزلتنج ان ميجر ايكونوميك بيردن اون ذا افكتد اندفجوال ذير فاميليز اند سوسايتي از ا هول. Management of established non-communicable disease can include diagnosis or treatment is often technology intensive and expensive. Individual as well as the societal resources are already being drained at disproportionately high level by the care management of non-communicable disease, often drawing scarce resources away from unfinished agenda of the infectious disease and the nutritional disorders control. بالرغم من ان الابيديميسيتي او الابيديميكس اوف نون كومنيكابل ديزيز دائما اورجينيتنج ان ابر سوشيو ايكونوميك ستيتس ستراتا، ولكن في نفس الوقت they diffuse across the social spectrum with the social gradient خصوصا ultimately reversing and poor becoming predominantly afflicted. Indeed, more mature stages of these epidemics, poor are often worse afflicted in terms of the disease and usually most marginalized in terms of care. عموما من هالملخص البسيط للإمرجنس of non-communicable disease راح تكون عندنا تشالنجز الموجوده وكو تشينج وير نيدد او ار نيدد فور ذيس تشالنجز. اول وحده نون كومنيكابل ديزيز تشالنج اللي هي كوست بريشر. هذا كوست بريشر هذا يعني بالاضافه للعلم القديم النون انفكشيوس ديزيز تولدت عندي هسه العفو الانفكشيوس ديزيز تولد عندي نون كومنيكابل ديزيز
وبذلك disease burden and their of affectants of the reproduction of the human being that who are affected within this disease entity في نفس الوقت intervention في نفس الوقت يعني طبعا intervention with the diagnostic او احيانا يعني for treatment surgical and surgical the drugs and the cost pressure on the person himself on his family on the community وخصوصا البلدان اللي متحملة عفوا الضمان الصحي. الثاني quality of care team تحتاج medical records financial incentives هذه تشوفوها يعني تختلف في مكان لآخر، فكل ما كانت الخدمات الصحية مقدمة جيدة راح نشوف يعني ذول الثلاث أركان أو الثلاث أضلاع للكواليتي أوف كير هم في أتم الوجه. هل أوبتمايزيشن فور ذيس ثري فاكتورز راح تعطيني فد جود أو كواليفايد كير. الفاكتور او التشالنجز الثالثه اللي هي بريفنشن فراجمنتيشن لاك اوف بروتوكولز لاك اوف فاينانشال انسنتيفز اند سبورتس. بصراحه هل تشوفون انتم يعني ما بين فتره وثانيه ينزل لكم سبيسيفيك جايد لاين ريجاردنج ذا مانجمنت اوف سبيسيفيك اولنس، وهل جايد لاين هذا مخلي لك سبيسيفيك ايشوز. هذا الجايد لاين يعني ما كفت شيء نازل لكل non-communicable disease، تشوفونها separate entities وبنفس الوقت تشوفوها متغيرة ويعني قليلة الثبوتية على specific type of intervention. لكل جهد يعني يبذل يعتبرونه هو extra effort يحتاج في specific incentives. انت هسه هذا الشخص البسيط اللي هو يعني من ضمن عائلتك اذا ما حفزته مره ومرتين او ثلاثه على اداء فد واجب معين، كان يكون طفل اذا ما حفزته او شجعته راح تكون هنا اكو فد يعني فد سبيسيفيك انهبيشن للاكتيفيتيز مالته. وبصراحه يعني اتوقع يعني مشكلتنا في العراق هو هذا يعني مو بس يعني lackness of financial incentives، تشوفون يعني الانسنتيفز تصرف ناس هم اصلا يجوز ما يستحقوها نهائيا، ولكن في نفس الوقت مثلا الناس اللي يعني تعمل باخلاص تشوفون يعني قوانين تطبق عليهم بحذافيرها. هذه هنا تعطيك اولا يعني تعطيك يعني total community inhibitions. هل الانهبيترز ذول الموجودين ادت بالوضع اللي جاي نعيشه هسه في يومك هذا على انه يعني العمل اغلب جاي يعني دواماتها ما كلش مراعيتها في نفس الوقت يعني مو بس يعني مبدا الثواب مبدا العقاب ايضا فقد، وبذلك يعني فد شيء ثابت هو من أمن العقاب أساء الأدب، مو بس إساءة الأدب هو خصوصا إذا أساء الأدب أساء لكل شيء. التشالنج الأخير اللي هي البوفيرتي. البوفيرتي بصراحة يعني أنت هيلث سيستم تحتاج في البيج فاينانشال سبورت، وهذا الفاينانشال سبورت ما بإمكان الشخص أحيانا ولا عائلته على أنه يتكفلوها، وبذلك البوفيرتي هنا نقدر نعتبرها واحدة من التشالنجز الرئيسية اللي يواجهها الشخص. شنو التغييرات اللي نحتاج؟ نحتاج 5 سي حفظوهم. أول سي اللي هي comprehensiveness، شنو هالشمولية؟ policy legislation supports، هذا راح تعطيك شمولية يعني عندك فد specific protocols راح تمشي عليه، specific policies in the diagnosis and approach and in treatment strategies، وبنفس الوقت هيك فد سبيسيفيك جايد لاين فور ذا سيكلي
يعني السبورتمنت الوركينج اوف ذا تيم ايضا فور يعني تريتمنت اوف مين بروبلم ذات ار ماست بي prioritized. الثاني كوردينيشن انفورميشن فلوز، يعني انت خصوصا هسه راح تواجهوها في مركز صحي معين وتكتب، واصلا يعني انت ما تدري بهذا اللي كتبت لك، يعني يكون مثلا سويت في سبيسيفيك اثرايز يعني في سبيسيفيك ريبورت لللوكال هيلث اوثورتي. هذا الفيدباك او الفلو بين القطاع ودائره الصحه ودوائر الصحه والوزاره يفتقر بصراحه، هو مو يفتقر، السلسله موجوده، يفتقر لوجود هالانفورميشن فلو. الثالثه كونتينيوتي، انت اي شيء بدون يعني العفو نشأة بدون الديمومه مالته والاستمراريه يعني بامكان انه ينتهي بالفشل، وخصوصا المفروض هنا في شيء اسمه الاورجنايزد كير. التغير الخامس اللي هي كوميونيكيشن اورينتيشن اون سيلف مانجمنت، انت الشخص يعني اذا ثقفت ثقافه صحيه جيده بامكانك على انه يعني توصل لمراحل الجود بريفنتيف استراتيجيز ذات ماي ذات العفو يعني ماي بريفنت ذا ديزيز ات اول. الاخير انت حتى انت شريكك او شخص العفو الجزء الاخر الشريك اللي جاي تتعامل وياه هو كوميونتي، فلذلك شنو المشكله من تسوي لك فد سبيسيفيك لينك او لينكج within your community as a part of the management of the program. عموما لهنا طلابنا الاعزاء انتهت محاضرتنا، يعني اتمنى انه القضايا اللي طرقت بالمحاضره والمحاور الثلاثه الرئيسيه كنتوا على يعني مستوعبيها. اذا شخص عنده سؤال او حد من طلبتنا عنده سؤال حتى يعني خلال 3 دقائق ننهي المحاضره.